كله. حضرتك قلت لي الاجراءات الاحترازيه اللي تمت، هل ده عطل السير العداله اكتر، وخصوصا ان احنا جت علينا فتره اغلقنا تقريبا كل حاجه بنسب متفاوته؟ شوف، لا شك احنا في فتره اغلقنا فيها وكان بيتم تاجيل الدعاوى تلقائيا من غير حضور الخصوم. لا شك ان ده كان فتره توقف ما فيش فيها احكام بتصدر. لكن اللي عايز اقوله لسيادتك ان القضاء اشتغل في شهور الصيف، عوض يعني بنسبه كبيره جدا ما الاجازه المعتاده بتاعتهم، عوضوها، عوضوا ما تم تاخيره. فبدانا العام القضائي الجديد تقريبا ما فيش تاخير يذكر. لكن جات لنا الانتخابات في العام القضائي وكل القضاه تقريبا كانوا مشغولين بالظبط، فبالتالي ده برضو هياثر شويه خلال فتره الانتخابات على ما تنتهي. لكن كل ثقه ان الساده القضاه هيعوضوا هذا التاخير في الشهور القادمه ان شاء الله. طيب هنا ده على طول بيقول لنا طيب دي الكورونا ودي ظروفها، وقد تكون الفتره القادمه مرشحه ايضا ان تحصل زي ما بيحصل في بعض اماكن في العالم، تحصل موجات جديده او موجه جديده ان شاء الله ربنا يسلم على مصر وتبقى خفيفه مش زي باقي العالم. لكن ايه اللي احنا بنعمله تحسبا عشان خاطر لو حدث ذلك يبقى سير العداله يعني ما نتفاجئش زي ما فوجئنا المره اللي فاتت؟ احنا اولا في خطوات بقى تكنولوجيه اتخذت بحيث انها تساعدنا برضو في الاجراءات الوقائيه. يعني لما عملنا النظر في تجديد حبس المتهمين عن بعد، عايز اقول لحضرتك لما شغلنا وكنا في فتره التجريب ما لقيناش اي اعتراض او مشكله من اي طرف من اطراف القضيه، لا قاضي ولا نيابه ولا متهم ولا محامي. او طالما العداله هتتحقق بالشكل ده، الكل كان مبسوط من التطور اللي بيحصل وكان داعم لهذا التطور، كل الاطراف بصراحه. يعني ايه هتم عن بعد؟ يا ريت هيوشح لنا يعني ايه عن بعد؟ دلوقتي المتهم في محبسه بيظهر على الشاشه قدام القاضي، الهيئة المحكمة متكاملة، التشكيل كامل، قاضي، نيابة، سكرتير، بينادي على المتهم، المتهم يظهر على الشاشة، المحامي بتاعه بيدخل، ده أنا حاضر مع المتهم فلان، يبدأ يقول دفاعه، والقاضي بياخد قراره في مواجهة المتهم اللي على الشاشة والمحامي الحاضر اللي محاضر جنب منه في الأوضة مع القاضي. مع القاضي. الامور دي تمت بمنتهى السلاسه والحمد لله ما حصلتش اي حتى مشكله تقنيه، يعني ما فيش مره صوت قطع او صوره او بتاع، يعني الحمد لله ما حصلش. وحتى لو حصل وارد يعني وارد، حتى لو حصل ما ممكن القاضي يستدعي المتهم يعني يجيبوه تاني. لا ولو قطع يعني ممكن نعيد يعني الاتصال بعد 5 دقايق مش هيجري حاجه. يعني حتى لو قطع خالص، انا بقول يعني حتى لو قطع خالص ممكن يجيبه تاني يوم. لكن لو في ما فيش حتى عطله حصل، والمنظومه بتشتغل فعليا دلوقتي في القاهره وفي اسكندريه الحمد لله ما فيش منها اي مشاكل. طيب ده معناه اننا النهارده ادخلنا التكنولوجيا في حته، التكنولوجيا مكلفه ولكن الكلفه الكبيره اللي كانت موجوده وما زالت موجوده على احضار متهم من محبسه الى قاعه المحكمه والحراسه وكذا وحتى الارهاق على المتهمين في بعض الاوقات وما الى ذلك، كلفة ده قدام ده ماديا ومعنويا عاملة ازاي؟ لا طبعا لا شك التقنية اوفر ماديا ومعنويا. اوفر ماديا ومعنويا، لان شوف على متهم ماديا بس، المتهم على ما الشرطة تجيبه من محبسه لغاية مقر النيابة او المحكمة، تأمينه والعربية بتاع اللي فيه، والعربية دي ممكن تعطل وممكن المرور يبقى زحمة، القاضي بيتعطل، وكيل النيابة في المحكمة على ما المتهم يجي، ساعات بعض الدوائر كانت بتشتغل بعد الظهر على ما المتهمين يجوا، لأن العربية دي بيبقى فيها كذا متهم بتروح هي توزعه على النيابات وكذا وكذا محكمة. ففي محاكم كتير بتتأخر على ما المتهم يجي. دلوقتي مفيش تأخير خالص ومفيش كلفة خالص في النقل ومفيش مخاطر أمنية إنه يعني وصحية في ظل ظرف كورونا. فبالتالي لا شك إن التقنية وفرت وأأمن
من الطرق التقليدية. طيب اذا احنا بنتكلم على موضوع التكنولوجيا، ده مدخل لينا في الجزء الثاني في حوارنا مع معالي وزير العدل المستشار عمر مروان، واحنا بنتكلم وهنتكلم اكتر عما تم استحداثه من خلال التكنولوجيا اللي بتساعد اننا يبقى عندنا حلول لمشكلات كثيرا ما شكونا منها، حتى لو كنا لم نتعرض ليها بنفسنا لكن بنشوفها في الشارع واحنا بنعديه، بنشوف عربية الترحيلات، بنشوف كذا بنشوف كذا بنشوف كذا، وبنقعد نقول ليه وليه وليه. فإذا كان في حاجة إيجابية بتحصل فزي ما قلت في مقدمة الحلقة إننا لابد إننا نسلط الضوء عليها. هنشوف أكتر ماذا تقدم التكنولوجيا لمنظومة العدالة من خلال هذا الفكر اللي بيتبناه معالي الوزير المستشار عمر مروان بعد هذا الفاصل.